الآن مرة ثانية، هذه أنونيمس كلاس بيسموها. أنونيمس كلاس يعني كلاس، وكأنك أنت عامل أوبجكت من كلاس بدون ما تسميه، يعني بدون ريفرنس. هاي معناتها أوبجكت بدون ريفرنس، مباشرة قلت له نيو وخلص، تمام؟ يعني كيف هذا الكلام؟ خلينا نعمل كلاس. ولا اسهل، بدي اعمل اري انونيمس، انونيمس كلاس، انونيمس من الاري، وتفهمها وين نعمل. مين بيعرف شو هو الانونيمس كلاس؟ انونيمس معناتها مجهول. مجهول مجهول انونيمس معناها مجهول. يعني انونيمس كلاس هنا معناتها انه اوبجكت ملوش ريفرنس. هذا الاوبجكت اللي هو البوتون له ريفرنس ساين، تقدر تصل البوتون هذا من خلال الساين. الساين هو الريفرنس للبوتون هذا، بتقدر تصله. لكن هنا مثلا هذه الكلاس، هذا البوتون، هذا الاوبجكت مجهول الريفرنس، ما بتقدر تصله، ملوش ريفرنس، ملوش ساين تقدر تصله. يعني مش مربوط بحبل، انت عامله هنا بس عشان ايش؟ عشان تضغط عليه وخلص، تمام؟ يعني عشان تاخذ الهدف منه. مثال يعني لو انا عملت ميثود اسمها برنت، او كان عندي ميثود اسمها برنت، وبتاخذ اللي هو اري مثلا، وانا بدي اعرف اري من نوع سترينج. هاي سترينج ايش سمي نيو سترينج، تمام؟ ماشي، صرنا عاملينها. هاي A و B و C. هلا هذه أري ولا مش أري؟ إلها اسم اللي هو ايش؟ A، صح ولا لا؟ هذه الأري، مش كده؟ طيب لو أنا شلت هدول الكلام، هلا كيف أنت بتصل لهذه الأري؟ بتصلها من خلال الـ A. A of 0 بتصل لهذا العنصر، A of 1 بتصل لهذا العنصر، اي اوف 2 بتصل لهذا العنصر. يعني اي في ريفرنس للاري. طيب لو انونيمس هيك، هذه الاري انونيمس ما لهاش اسم، كيف بدك تصلها؟ تقدرش تصلها لو انت بدك تحطها هنا للبرنت هذا، على اساس انه ايش؟ انه هو يطبع لك اياها. نفترض انه في عندك ميثود بتطبع اري، بتاخذ اري وتطبعها، هيك حيطبع لك اياها. هيك هذه الاري انونيمس ما لهاش اسم، بس انا حطيتها انه الميثود هاي تطبع محتواها، تطبع A و B و C بس، لا اكثر ولا اقل. فهمتوها؟ هذه بسموها انونيمس. اوبجكت اوبجكت من كلاس، اوبجكت من كلاس انونيمس، تمام؟ يعني انا بس باخذ الغرض منها، لكن انا ما بقدرش اصلها، بقدرش اصلها ثاني. تقدر تستخدمها ثاني في البرنامج؟ لا، لانه ما لهاش ريفرنس، كيف بدي اصلها انا؟ هي انعملت لغرض وبعدين راحت. فهمتوها؟ تمام واضحه يا استاذ. اذا ما فهمتهاش مش مهمه، يعني مع الزمن حتفهمها، لانه حنستخدمها كثير. تمام. هلا هذه كيف اجت هنا؟ هذا اللي المفروض تسال عنه، اللي هو اللي صعب. اما كانانيمس مش صعب. اما صعب انه انا اقول نيو كذا. طلع اسمعني شوي. هلا انا ممكن اعمل كلاس داخليه اسمها ماي لسنر، تمام؟ هذا ماي لسنر، اختصرتها. هاي الكلاس داخليه اسمها ماي لسنر، وايش عملت فيها؟ عملت امبلمنت. وهذا مش يعني انت طلع بينفع تاخذ اوبجكت من الانترفيس، يعني 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 قبل هذه العملية. لو أنا بدي أخذ أوبجكت من هذا الانترفيس اللي أنا عملته أنانيمس، عشان أريح حالي من هذه القصة، بدي أعمل أوبجكت. يعني أنا ممكن أنا أروح أقول له فيو، هذا فيو إيش؟ فيو دوت كليك لسنر. هذه الكلاس، تمام؟ هذه الكلاس على فكرة مش كلاس، انترفيس. مين بيقول لي ايش الفرق بين الانترفيس وبين الابستراكت كلاس؟ طبعا في كونكريت كلاس وفي ابستراكت كلاس.
للناس اللي أخذت برمجة هدفية طبعاً. أنا بحكي هذا الكلام للناس اللي أخذت برمجة هدفية. أما الناس اللي ما أخذتش برمجة هدفية لا تحكي معاهم ولا تسألهم حتى هذا السؤال. الناس اللي أخذت برمجة هدفية إيش الفرق بين الأبستراكت كلاس وبين الكلاس الكونكريت كلاس العادية يعني؟ طيب طب إيش الهدف، إيش الفرق بين الأبستراكت كلاس وبين الانترفيس في الأوبجكت أورينتد؟ هذا الكلام مهم جدا في الأندرويد يا جماعة، يعني اللي ما درس أوبجكت أورينتد عشان هيك بقدرش يأخذ أندرويد أبدا، مستحيل ولا يقدر يمشي في الأندرويد. فأنا بدي أشرحه على عجل، بس إذا أنت لقيت نفسك مش واضح الأمور معاك بدك ترجع تاني تدرس البوليمورفيزم. ضروري جدا تبدأ تراجع الشابتر اللي اسمه بوليمورفيزم في الأوبجكت أورينتد، في مساق الأوبجكت أورينتد البرمجة الهدفية. خلاص تمام. الآن هذا اسمه انترفيس، هذا اسمه انترفيس. الفرق بينه وبين الابستراكت كلاس انه الابستراكت كلاس فيها ميثودز، بالإضافة للميثودز المبنية فيها ابستراكت ميثود. الابستراكت ميثود هي عبارة عن ميثود بس إلها اسم، إلها سيجنيتشر بس ملهاش بودي، يعني بس محطوط في الكلاس السيجنيتشر تبع الميثود اللي هي السطر الاول في الميثود، ايش بترجع وايش اسم الميثود وايش بتاخذ باراميتر، تمام؟ لكن ما لهاش بودي، بدون بودي، بسموها ابستراكت ميثود، تمام؟ هاي بالابستراكت كلاس. على الاقل لازم يكون في ميثود واحده في الابستراكت كلاس اللي هي ايش، ابستراكت ميثود بدون بودي. مجرد ما انت تعمل اكستند لهاي الكلاس بطلب منك انه انت تبني كل الميثودز الابستراكت. الابن اذا بده يصير ابن لابستراكت ميثود بده ايش يسوي؟ بده يعمل امبلمنت لكل الايش، لكل الابستراكت ميثود اللي موجوده في هاي الكلاس، تمام؟ طيب هلا بالنسبه للابستراكت كلاس خلصنا. طب بالنسبه للانترفيس، الانترفيس هو عباره عن كلاس بس ما فيهوش اي ميثود مبنيه، يعني الابستراكت كل محتواه هو عباره عن ميثودز بس يحتوي على ميثودز ابستراكت. ميثود ابستراكت يعني مش مبنيه، مجرد ما انت عملت له امبلمنت بتعملهش اكستند، بتعمل له امبلمنت. مجرد ما انت عملت له امبلمنت معناته بدك تروح تبني كل الميثودز اللي موجوده فيه، كل الميثودز اللي موجوده فيه اللي هي ابستراكت. ما هو ما فيش اصلا عنده ميثود مبنيه زي الابستراكت كلاس، يعني هو اصلا الفرق بينه وبين الابستراكت كلاس انه هذيك الابستراكت فيها نص مبني ونص مش مبني، تمام؟ بينما الانترفيس كله مش مبني. هلا هذا الانترفيس اللي اسمه فيو كليك لسنر، هذا اسمه فيو كليك لسنر. هذا الانترفيس يا جماعه بيهوش غير ميثود واحده اسمها اون كليك، مش مبنيه بدك تبنيها. خلاص تمام. هلا السؤال الثاني اللي بدي لازم واحد يجاوب عليه، هل بقدر انا اخذ اوبجكت من الانترفيس او الابستراكت كلاس؟ حد يجاوب؟ طب سامعين؟ الجريد من الابستراكت بقدر اخذ منه، الانترفيس لا. طيب لا الابستراكت كلاس ولا الانترفيس بتقدر تاخذ منهم اوبجكت الا اذا بنيت ايش؟ الا اذا بنيت الميثودز اللي مش مبنيه. يعني مثلا لو انا اخذت كيكي اوبجكت اسمه كيكي وقلت له نيو، هنا نيو فيو دوت، تمام؟ مجرد هيك راح ايش بقول لي؟ بقول لي يلا ابني هاي الميثود، شايف؟ راح قال لي هاي ابنيها. انا لو عملت هيك خلص، يعني هيك صار في عندي اوبجكت اسمه كيكي من هاي، تمام؟ برضه هو عمل انونيمس كلاس هيو هنا عشان يبني هاي الميثود. لو انا شلت هاي وحطيت كيكي بيمشي الحال. تمام؟ بس هذا الكلام انا اضطريت، يعني انت عمرك شوف الجمله التعريف بالطريقه هاي، هنا عمل انونيمس كلاس، يعني هذا الموضوع هيك ما مشيش.
يعني هنا ما بقدرش انا اخذ اوبجكت من انترفيس مباشره. عشان انا اخذ اوبجكت من انترفيس يكون ريفرنس من هذا الانترفيس، لازم ايش؟ لازم ابني الميثود اللي مش مبنيه في هذا الانترفيس. تعرف هذا لو الانترفيس شو هو؟ يعني هو عباره عن ايش؟ لو انا بدي ابني لك اياه، هذا الانترفيس بس ميثود واحده بس مش مبنيه. تمام؟ بدناش نرجع للموضوع الاوبجكت اورينتد، بدي اياك تروح تراجع، لانه يبدو انه انتم ولا ماخذين اوبجكت اورينتد كومبليتلي، انتم جايين من الجافا وبس، جايين من الجافا وجايين وخلص، وين اوبجكت اورينتد ولا شيء ماخذين فيه يبدو يعني. الا اذا انا ما حدش حابب يحكي. وانا قاعد ماخذينه دكتور على الفاضي. ماخذينه دكتور. ماخذينه بس الفصل الثالث اخذناها يعني. لا هذه شوف مفاهيم الاوبجكت اورينتد مفروض اللي اعطاكوا اللي اعطاكوا هاي الماده قال لك دير بالك المفاهيم الموجوده في الاوبجكت اورينتد حتضلك معاك طول عمرك في البرمجه، ما تغيب عنها ذاكرينها من المواد الكور تبعت التخصص اللي بيهمل في البرمجه الهدفيه، ولا حي عمره حيصير مبرمج. لان انا بقول لكم البرمجه الهدفيه هي اساس البرمجه. تمام ماشي. على العموم خلصنا من هذا الموضوع. الان جينا بدنا نعمل طريقه ثالثه عشان نفهم الموضوع كله من اوله. بس بدي اعمل انر كلاس عشان اساس لو انا بدي اخذ اوبجكت قلت له كلاس ماي، تمام، ماي لسنر امبلمنت. هاي عملت امبلمنت لمين؟ للفيو كليك لسنر، فيو دوت كليك لسنر. خلي هذه هيك سكر، تمام، وحط هنا هيك، هيو تمام، هيو هنا هذه الكلاس، هيها انر كلاس اسمها ماي ليست. عملت امبلمنت للانترفيس هذا مباشره، قال لي بدك تبني ميثود اسمها ايش؟ اون كليك. هي فرحت انا اعطيته اياها. هذه صارت هذه كلاس بقدر اخذ منها اوبجكت عادي. يعني انا هنا ممكن اقول له هنا ماي ليست، تمام، ماي ليست لسنر ليست لسنر، تمام، لسنر بيساوي نيو ايش؟ نيو ماي ليست. تمام، هذا بقدر، واحط اللسنر هذا هنا فيش مشكله. هيك خلص تمام. هلا ايش الكليك بدك تبني؟ ايش بدك تبني الميثود هذه؟ بدك تحط توست. يعني خلينا نقول نحط توست هنا توست، تمام، هذا توست موجود كلاس موجود في الاندرويد، بخليك تعرض رساله على الاندرويد، بسموه توست. ما كل شيء باسماء الحلويات واسماء المكان اللي بيعمل الحلويات، التوست عارفينه التوست ليش بيسووه بيستخدموه، تمام. توست اوكي، ميك تكست هنا بياخذ، هذه الميك تكست الميثود بتاخذ ثلاثه بارامتر عشان تعرفوا. في التوست الميثود اللي اسمها ميك تكست بياخذ ثلاث بارامترز. اول بارامترز اللي هو الكونتكست، وقلنا الكونتكست هو ابوهم كلهم. يعني الكونتكست هو اصلا اكتيفيتي، يعني اللي هو ابو الاكتيفيتي، ماشي، يعني اكتيفيتي. انا هنا بدي في ميثود دائما بحتاجها، بتقول لي بقدر اجيبها، جيت ابلكيشن كونتكست، بجيب لك ريفرنس من المين؟ بجيب لك الكونتكست. هذه الميثود بترجع لك كونتكست، جيت ابلكيشن كونتكست بترجع لك كونتكست. ممكن تقول له هيك، تقول له main activity dot this، تمام، على اساس انه انت مش فيها، انت مش في المين اكتيفيتي، تمام، انت بدك هنا بدك الاكتيفيتي وانت مش فيها. هاي انا مش في المين اكتيفيتي، انا في كلاس ثانيه، صح ولا لا؟ وممكن تريح راسك، بدل ما تقول main activity dot this بتقول له خلص جيب لي الكونتكست هنا، جيت ابلكيشن. هذه الميثود بتريحك، بتجيب لك الكونتكست وين ما كنت، تمام. طيب كمان بده باراميتر النص اللي بدك تعرضه. بدي اقول له مثلا ويلكم تو اب، تو اندرويد اب، او تو اب، او تو ماي اب، او ماي فيرست اب. خلاص ويلكم تو اب. طيب قديش مده عرض هذه التوست؟ من التوست نفسها، من الكلاس نفسها، فيها ستاتيك انتجر، يا اما لونج يا اما شورت، هي واحد او صفر. خليه لونج يعني طول شويه، بعدين بتقول له دوت شورت.
هاي الطريقة تاعت. هلا بشرح لك بنخش تفصيل أكثر فيها. تمام؟ هذه أنا عملت توست بس إيش بدي يعرض ويلكم تو أب. ويلكم تو أب. يعني لما أنا أعمل كليك هاي اللي إحنا ضيعنا وقت كتير فيها الميثودز اللي إحنا بدنا نبنيها إيش بدنا نبني فيها؟ بس بدنا نحط فيها اللي هو إيش توست. لما نضغط على الزر يعطيني توست يقول لي إيش ويلكم تو أب. خلينا نشغل. تمام هيو هذا ساين جبنا الميثود اللي اسمها سيت اون كليك لسنار بتاخذ اوبجكت من نوع لسنار هذا هو الاوبجكت اللي من نوع لسنار عملت انا انر ميثود انر كلاس خليتها تبني الانترفيس لكليك لسنار وجاب لي الميثود هنا عشان اعمل له اوبجكت من نوع ايش اوبجكت من نوع لسنار هي اوبجكت من نوع لسنار عشان هذا الميثود بتاخذ اوبجكت من نوع لسنار هي اوبجكت من نوع لسنار خلاص تمام شغل شايفين يا شباب هذا الاميوليتر مظاهر امامكم على الشاشه حد مبين صحيح الديفايس بس خليه يعمل رن بنشوف هذا الكلام بداية يعني شوية شوية بتصير فاميليار أكثر في الشغل يعني بس بدك إيش شوية شوية كل يوم تعمل الليسنرز بتصير ممتاز أوكي تمام الحين لو أنا عملت لاحظ لو أنا عملت ساين إن هيو قال لي ويلكم تو أب أعطاني توست هذا هو اللي بنحكي عنه توست طبعا ممكن نعمل عملية تعديل على التوست هذا يعني كيف تعديل يعني نخلي اللي اوت تبعه أحلى من هيك يعني بدل ما هو رمادي والخط صغير ممكن نكبر الخط ونعمل اللي اوت أحلى الباك جراوند الكالرز تمام ممكن نشتغل على هذا الموضوع خليه بس قدام شوي تمام يعني في الديزاين ممكن نشتغل أحلى من هيك تمام المهم انه هلا هذا التوست ويلكم تو اب طيب عشان كل هذا الموضوع عشان نعمل اوبجكت من نوع لسنا كل القصة هذه ما بدناش إياها إحنا هذا اللي بلزمنا بدنا إياه وهي شلته كلياته تمام خلص بدنا نعتمد هاي الطريقة عشان أنت تصير إيش فاهم الموضوع خلاص هلا أنتوا صرتوا فاهمين كبار وأنانيماس خلاص بس حط في بيجيك هاي وحط له هيك خلاص احفظها هيك اللي ما شوف الأندرويد إذا ما اللي ما بتفهمه احفظه مؤقت بعدين بتصير تفهم يعني بهذا الشكل يعني اي شغله دائما احنا متعمدين شغله اللي ما نقدر نفهمها اللي بتكون طلاسم بنحفظها مؤقت من الزمن عشان نمشي حالنا مش حنوقف عشان شغله تافهه يعني نبطل نبرمج اندرويد عشان شغله ما فهمناهاش شغله اللي ما فهمناهاش بنحفظها احفظها وبعدين لغايه قدام شويه تضلك لغايه تفهمها خلص عبد الرحمن كلهم خلصوا طب اعملوا قهوة لو على شيء لعماد عبد الله طيب ماشي بحسابنا لا دقيقة يا شباب دقيقة اتفضل يا دكتور طيب ماشي طيب على العموم معلش المحاضرة هذه يعني شوية بدنا نتعبكم هي بنوقف تمام فهلا احنا عملنا هيك طيب بدنا نعمل الزر كلير يا جماعة بدنا نعمل لسنار لمين للزر كلير فهيو كلير مباشرة دوت ايش قلنا ست اون كليك لسنار تمام وهي نيو في مباشرة بهذا الشكل يعني فيها اللي بده يحفظ سهلة جدا هلا كيف بدنا نعمل كلير بدنا ننظف الاثنين اللي هو النيم والايش والباس النيم والباس هذول بدنا نتعامل معهم يعني كلير ايش بده يسوي لو انت كتبت شيء فيهم بده ينظف لي اياهم فبدي خليهم فاضيين مين يقول لي كيف يعني انا كيف بدي اتعامل مع الايديت تكست هذا نيم لو انا بدي اكتب فيه شيء طبعا هذا يعني بقول له تكست نيم دوت ايش دوت ست تكست او ست تكست
بتساوي كلير شيك هي هيك فاضي تمام هي هيك هيك فضيته صح ولا لا مش هيك تمام مزبوط ولا مش مزبوط تمام حطها هنا هلا هاي صارت هيك ليش صارت احمر مين يقول لي ياخذ علامه ممكن لانه هذا باعتباره زي كلاس لحاله ومثل لحاله فبطلعش برا مين محليه تكلم هذا مين اللي قال هيك يوسف شاهين يوسف شاهين ممتاز يا يوسف الله يجزيك الخير الله يفتح عليك هاي هذا صار ده انر كلاس هذه تعتبر انر كلاس دير بالكم وانا شرحت لك اياها توي كله ضيعنا وقت كثير عليها في انه نقول هذه هي عباره اصلا عن انر كلاس هذه كلاس جوا الكلاس هاي تمام فبالتالي بتقدرش انت مباشره تعمل لوج على هاي يعني تعمل اكسس على هذا بالطريقه هذه بقول لك يا اما بتعمله فاينل هيك اذا خليتهم فاينل بيمشي حالهم او اذا بدك ممكن تشيل هاي تعرفهم برا يعني اذا تعرفهم اتريبيوتس اذا انت عرفتهم اتريبيوت في الكلاس تقدر تعمل اكسس عليهم من اي مكان يعني هذا اذا عملته نيم كده بتقدر تعمل اكسس عليه من اي مكان فيش عندك مشكله وهذا نفس الشيء خلاص يعني لو انت رحت عملت هذا الشكل تمام تقدر تعمل اكسس عليهم ما فيش عندك مشكله بهذا الشكل او تعملهم فاينل تمام انت حر بالطريقه اللي بدك تنتين يعني من بعض بس هذه احيانا اذا انت بتحتاجهم في اكثر من مكان فعرفهم فوق احسن تعرفهم فوق هنا كاتريبيوت في الكلاس تمام فبالتالي بتقدر تتعامل معهم وين مكان طيب هنا انا بس ايش سويت فيهم فضيتهم طيب هنا الان بس بدنا نحط ايش بدنا نقول اذا كان اليوزر نيم احمد والباسورد 123 يعطيني ويلكم يعني وكانه يعمل يدخلني إلس غير هيك ايش يسوي غير هيك ايش يسوي يعني يعطيني رساله يقول لي ايرور مسج تمام يعطيني ايرور مسج كيف بدنا نسويها هاي بدنا نحط اف صح ولا لا بس انا عشان بدي اوريك كيف نتعامل مع النيم هلا نيم دوت ايش كيف بدي اخذ الداتا اللي في النيم موجوده جيت تكست صح ولا لا جيت تكست دوت تو سترينج بحولها لسترينج تمام لانه هي اوبجكت هذا كلاس مش سترينج اذا كانت النيم دوت جيت تكست دوت تو سترينج هذا صار سترينج هلا دوت ايكوال ايش بيساوي بيساوي احمد إذا بيساوي أحمد هذا الكلام هيو اعمل توست هيك أو إلس تمام أعطيني توست إيرور هاي هذه هاي كنترول سي وهاي هنا إيرور تمام مش مشكله بس هلا انا اذا كان بس احمد طيب انا لو بدي كمان اللي هو الباسورد فبدي اقول له اند اللي هو ايش باس دوت نفس العمليه دوت جيت تكست تمام دوت تو سترينج مزبوط دوت هذا سترينج ايكوالز ايش 1 2 3 إذا كان بيساوي 1 2 3 والأحمد نيم قول لي ويلكم تو اب غير هيك أعطيني ايش؟ أعطيني ايرور طيب خلينا نشوف هذا الكلام وهذا بيعمل كلير بس تمام نشغل خلينا نشوف ايش اللي حيصير اللي بيطلع ممكن ما يشوفوش دير بالكم اللي بيطلع وبخوش ممكن ما يشوفوش انا ويضلوا قاعد ويتنج في الويتنج روم تمام هلا ضايل 10 دقائق تمام احنا تقريبا خلصنا في الموضوع هذا هلا انا ولو كتبت هنا احمد بقدر وبقدر اكتب 1 2 3 هنا كباسورد تمام ممكن خليها باسورد يعني نجم تكون عادي فيش مشكله هلا اعمل ساين ان ايش حيعطيك ويلكم تو اب لو انا عملت اي غلط هنا
ماشي، عملت ساين ان حيقول لي ايش ايرور، لانه الشغلتين اللي موجودين غلط. تمام، هنا ساين ان حيطلع لنا ايش، حيطلع لنا ايرور. لو انا عملت كلير بنضيف لي الايش اليوزر نيم والباسورد مثل الاول. في حد عنده سؤال هنا دكتور؟ بالنسبه الحين لو كتبت مثلا احمد مسطره بيستقبلها انها احمد يعني سترينج عادي بس يعني احمد ما فيش بدك، لو حتى كبت ما حيطلع غلط. يعني لو انت عملت هيك 1 2 3 حيطلع غلط. ايوه حاعطيك حتى المسطره تعتبر حرف يعني، يعني حتى الكابيتال، شوف الكابيتال هنا الكابيتال حيطلع ايرور. بدك تكون دقيق يعني، هنا في عندك شغل هنا يعني السترينج تقدر تتعامل معاه. هنا بتقول له، تقول له ايكوالز تمام ايكوالز، وهنا في عندك ايكوالز اجنور كيس، اجنور كيس. وفي تمام شغله اسمها عشان انت تطلع من هذا الموضوع، في شغله اسمها كونتينز. كونتينز يعني اذا انت بدك تحط يعني اذا في احمد، اذا كلمه احمد موجوده خلاص في فراغ، ما فيش فراغ مش مهم، هذه اسمها كونتينز. كونتينز اذا كونتينز شايفها تمام، كونتينز احمد، هذه اللي تحل لك المشكله اللي انت بتقول عنها. فهمت؟ يعني في موضوع السترينج في شغلات كثيره، يعني في موضوع السترينج في شغلات كثيره. يعني لو انت سبت 10 فراغات في كونتينز هذه ما فيش عندك مشكله. تمام تمام تمام، فهمت علي؟ يعني هذا موضوع السترينج، في قصص كثيره في السترينج انت بترجع لها، في ميثودز كثيره في السترينج، لانه السترينج كلاس، السترينج كلاس، مش في فرق بين السترينج وبين الانتجر فاليو. تمام اوكي، خلينا ننهي في هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه. و يا شباب السترينج، هاي السترينج، هذه هاي سترينج اس واحد بتساوي هاي هيك عبيد، هذا اوبجكت اس واحد يعتبر اوبجكت، لانه هاي كلاس سترينج تبدا كابيتال، اي شيء بيبدا كابيتال في الجافا يعتبر كلاس. هذا كونفنشن، تقليد معروف بالجافا انه الكلاس بتبدا ايش، بتبدا كابيتال لتر، والمتغيرات اللي هو البريميتيف تايب او الاوبجكت بيبدا سمول، والميثود بيبدا سمول. سب وورد دائما كابيتال، يعني زي هذه شوفوا هنا ست اون كله كابيتال، اللي بيبدا سب وورد في الاس، في التسميات، في مسميات الميثودز، عشان تكون فاهم. يعني انا لما عملت ساين وانا قاعد ببحث وانت بتبحث، عشان تكون باحث صح انت ست هون، هذا لازم يكون بادي سمول، اعرف الميثود اذا انك بتدور على ميثود تبدا سمول. تمام الحين بدك تاخذ كلمه ثانيه تبدا بتحط كابيتال دغري، تبدا كابيتال. الكلاس كلها كابيتال، يعني لو انت بتبحث عن كلاس زي ما انت شايف هنا، هيا شايف اسم كلاس مين ببدا كابيتال، والسب وورد برضه كابيتال، اي شيء كابيتال في الجافا هذا كونفنشن. طبعا ممكن ما تمشيش عليه عادي، لكن هو هيك هذا التقليد، لو ما مشيتش عليه صح. لكن التقليد العام عشان انت في الانترنت لقيت كود تكون فاهم بالطريقه هذه. طيب string s1 هاي تعتبر كلاس، هاي يعتبر اوبجكت. تمام مش هاي، في فرق بين هاي انتجر i بتساوي 100، هذا مش اوبجكت الاي، الاي هذه مش اوبجكت، هذا اللي هو ايش، هذا بريميتيف تايب، يعني هذا متغير عادي. تمام يعني هذا متغير طبيعي، سموه بريميتيف تايب، سموه بريميتيف تايب، نوع بيانات اول الانتجر، بينما هذه كلاس. طب في انتجر كلاس؟ في زي السترينج، هي انتجر. يعني انا ممكن اتعامل هذا، ايش الفرق بين هذه وبين هذه؟ الاولى متغير والثانيه كلاس. شايف هذا اوبجكت وهذا بريميتيف تايب، هذا اوبجكت تي وهذا بريميتيف تايب، هذا اوبجكت لانه هاي من كلاس، وهذا اوبجكت من كلاس. هذول بسموهم الرابر كلاس في الجافا، الرابر كلاس، كلاس الرابر اللي هم اوريدي موجودين بس كلاسز. تمام، فدائما لما تقارن اوبجكت مع اوبجكت تستخدم بالميثود. يعني دائما لما تقارن ميثود مع اوبجكت مع اف مثلا، بدك تقول له
سوري ارجع تاني هنا فاذا انت بدك تقارن بدك تقارن اوبجكت مع اوبجكت هذا اوبجكت وهذا اوبجكت فاذا بدك تقارن اوبجكت مع اوبجكت ما ينفعش تقول سي 1 بيساوي سي 2 هاي وان كانت شغاله معك بس هذا الكلام غلط هذا غلط تمام الاصل انه انت ايش تستخدم ايش تستخدم تستخدم اللي هو الميثود لانه هذا كلاس قلنا هذا اوبجكت وفي ميثودز موجوده هي ايكوالز بقول له هل اس 1 بيساوي اس 2 تمام بهذا الشكل هل اس 1 بيساوي 2 بيساويها بالابر كيس مع الاخر تمام يعني انا هنا المفروض انه هذا الكلام اللي احنا بناخده يعني هذا يعني اخذته في جافا واحد تمام يعني في بال فبالتالي ماشي مش غلط ان الواحد انه يرجع يكون نسي ويراجع معلوماته تمام يا جماعه يعطيكم العافيه